حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار أمريكي، وذكرت مصادر صحفية بأن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام الذي فتح بها المزاد أكثر من مليار و378,885,000 دولار بمعدل يومي بلغ أكثر من 275 مليون دولار. دعت النائبة ثناء الربيعي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في عقود بشائر السلام في محافظة ميسان. وقالت الربيعي إن عقود بشائر السلام في محافظة ميسان تمت متابعتها في الأسابيع الماضية، وتم رصد ثلاث محاور هامة أبرزها نقص الأوامر الإدارية داخل الوحدات الإدارية. وأضافت أن تطبيق الأوامر والتعليمات ضرورة من أجل ضمان حقوق العقود في مؤسسات الدولة، مؤكدة أن نقص الأوامر الإدارية تستدعي التحقيق للوقوف على الأسباب الموجبة. كشفت هيئة النزاهة عن صدور أوامر قبض ضد مسؤول سابق في مديرية بلدية السماوة لاختلاسه نحو 200 مليون دينار من المال العام، فضلا عن صدور أمر باستقدام مسؤولين اثنين في المديرية. النزاهة أكدت وجود مخالفات مالية وحالات اختلاس للمال العام قام بها مسؤول الجباية السابق في البلدية، مبينة قيامه بقطع وصولات الجباية بالمبالغ الحقيقية المستحقة على المواطنين والمتحصلة منهم، والتلاعب في النسخة الثانية من الوصل من خلال تقييد هذه الوصول بمبالغ تقل عن المبالغ الحقيقية المستقطعة بالفعل. كشف النائب ياسر الحسيني عن تكدس أكثر من 5,000 شاحنة مع عدد كبير من الحاويات والبضائع في ميناء أم قصر في البصرة في ظل أجواء الحر العالية. وأضاف الحسيني أن تفعيل مبدأ مطابقة البضائع وعدم تفاعل أغلب التجار مع هذه الخطوة وعدم وجود فرع لجهاز التقييس والسيطرة النوعية زاد من تعقيد المشكلة، ودعا الجهات المختصة لافتتاح منفذ للجهاز في الموانئ لتقليل معاناة التجار وإنهاء تكدس البضائع والسلع. أكدت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الولايات المتحدة غرمت طيران الإمارات مبلغاً قدره ملياراً أو 1,800,000 دولار لتشغيلها رحلات في أجواء عراقية محظورة. وأشارت بلومبيرغ إلى أن الوزارة ذكرت في بيان لها أن أكبر شركة طيران للرحلات الطويلة في العالم قامت بتسيير طائرات تحمل الرمز المميز لشركة الطيران الأمريكية جيت بلو فوق مناطق في العراق حضرتها إدارة الطيران الفيدرالية عن المشغلين الأمريكيين. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
النهاية والموجز الاقتصادي بأمان الله.